وسط توسع المناطق الحضرية في العالم، كان لابد أيضا الانتقال إلى بيئات ذات تخطيط وإدارة أفضل. من تلك النافذة سعى برنامج الأمم المتحدة بالتعاون مع شركة أريدو على تنظيم حفل بمناسبة اليوم العالمي للمدن. اليوم أنا فخور بأن الأمم المتحدة الآن اختارت منطقة اليرموك، وبالمستقبل القريب إن شاء الله راح يكون موقع آخر وهو منطقة العديلية يكون مماثلة لما حصل اليوم. إننا سعيدون جدا لاختيار الأمم المتحدة لنا كشريك في الاحتفال بيوم المدن العالمي من خلال برنامجهم للسرطانات البشرية المعروف باليون هابيتات، الذي يركز على الارتباط الوثيق بين التنمية البيئية والتنمية المجتمعية. حدث عالمي يهدف إلى تعزيز التنمية الحضرية المستدامة في بلدان العالم، فهي مناسبة للتنويه بمساهمات محافظي المدن في تنشيط وتحويل المدن إلى آليات لتحقيق الازدهار والابتكار البيئي. الأخوة في معهد الكويت للأبحاث العلمية عرضوا علي فكرة أن تكون حديقة اليرموك صديقة للبيئة. كانت الفكرة أن احنا ناخذ 12 طن من النفايات أو أكثر، ونقوم بإعادة تأهيل أحد الحدائق حتى تكون حديقة نموذجية للزوار وللسائحين من دولة الكويت. الكويت هي أول مدينة تحتفل بيوم المدن العالمي في حديقة اليرموك، التي تعتبر أول حديقة نموذجية في الكويت التي تأتي لتساهم في الحد من التلوث البيئي. لتلفزيون الوطن، جنان زيد.